التاسع. سئل الإمام الحسن عليه السلام عن رأيه في السياسة، فقال عليه السلام: هي أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات، فأما حقوق الله فأداء ما طلب والاجتناب عما نهى، وأما حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك ولا تتأخر عن خدمة أمتك، وأن تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمته، وأن ترفع عقيرتك في وجهه إذا ما خلى عن الطريق السوي، وأما حقوق الأموات فهي أن تذكر خيراتهم وتتغاضى عن مساوئهم، فإن لهم ربا يحاسبهم.